بغيتو تعرفوا شنو قال زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا غنبداو من عند كيبور الجوزاء اللي ما هي كتعيش يوم متعب، غادي ياثر مزاجك بعض الاخبار اللي غتعثر خطوتك المستقبليه. عاطفيا ضغوط من جانب الشريك تقدر تاثر سلبا في العلاقه بيناتكم، حاول تستعيد المبادره الا كنت مهتم به. صحيا تناول الحليب كل صباح لان الكالسيوم ضعيف في جسمك وهو مفيد للعظام. برج الثور مهنيا الامور اصبحت اكثر تنظيما من السابق وهذا يعد مكسبا لك ونقطه اضافيه تسجل لمصلحتك. عاطفيا تعجب رومانسية الشريك لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف. صحيا خفف من التدخين لأنه قد يورطك في مشاكل صحية أنت بغنى عنها ولا سيما اليوم. برج الحمل مهنيا شخصيتك المتكبرة تزعج الزملاء في العمل وتجعلهم يبتعدون عنك. عاطفيا يبتسم الحب ويلتقيك في أي مكان. صحيا هذا الشهر جميل للقيام بنشاطات متنوعة في أحضان الطبيعة والترفيه عن النفس. أما برج الأسد فمهنيا لا تلعب بالنار أيها الحساس الرقيق لأنك لن تكتفي حرق أصابعك فقط. عاطفيا يوم جميل تظهر فيها العواطف النبيلة التي تهيئ للاستقرار والارتباط. صحيا مهما حاول الآخر تنيك عن القيام برياضة لن ينجح ولا سيما أنك حريص على صحتك. أما برج السرطان فهي الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى وقد تفتح أمامك مجالات متعددة. عاطفيا استعدادك للدفاع عن الشريك حتى النهاية يشكل علامة فارقة في حياتك. صحيا خفف قدر الإمكان من النشويات والحلويات ولا سيما في وجبات العشاء. برج الميزان مهنيا اقتنع بما كتب لك والعمل الذي تؤديها اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور. عاطفيا لا تقدم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك فهو راض عما قدمته حتى اليوم. صحيا عالج وضعك الصحي مع أصحاب الاختصاص وتتصرف بعناد وتسلط. برج العذراء مهنيا الحوار والنقاش هما الطريقة الأمثل للتوصل إلى قرارات صائبة. عاطفيا يقنعك الشريك باقتراحات تتعلق بحياتكم عليك أن تمضي معه وقتا أطول لتصل إلى النتائج الجيدة. صحيح تشعر بأنك تمتلك طاقة جبارة تريد تفجيرها في نشاطات أو أعمال جماعية مفيدة. صحيا برج الجدي مهنيا الحماسة في العمل تؤدي إلى ارتكاب بعض الهفوات. عاطفيا فبهما حاولت إخفاء شعورك الحقيقي من الحبيب فإنك لا تستطيع خداعه. صحيا لا تكثر من تناول الفواكه مساء وحاول أن تكون معتدلا في تناولها. برج القوس مهنيا من يتمتع بكفاءتك يجب أن لا يستسلم للأمر الواقع. عاطفيا يجب أن تفهم عقلية الشريك بعدما مضى على ارتباطكما زمن طويل. صحيا عليك القيام بتمارين رياضية قاسية للتخلص من السمنة الزائدة. أما برج العقرب فمهنيا قد تطرأ تأخيرات وعراقيل أو تعيش بلبلة على صعيد مفاوضات ما. عاطفيا تحمل إليك علاقتك بالحبيب السعادة وتبعدك عن أجواء التشنج والإحباط والمشاكل. أما صحيا تتلقى غير دعوة لممارسة نشاطات رياضية مفيدة. صحيا برج الحوت مهنيا عليك أن تنتبه لتصرفاتك المزعجة نوعا ما وخصوصا أن خسارة أي زميل قد لا تعوض سريعا. عاطفيا الجرأة في القرارات الحاسمة لابد منها في بعض الأحيان. صحيح من أجل الحصول على جسم رشيق ومشيق يكمن الحل بالحمية والرياضة. الآن غاخت مع برج الدلو مهنيا أصبحت الأمور أكثر دقة ومرونة وهذا مكسب لك ونقطة ناجحة تسجل لمصلحتك. عاطفيا تعجبك رقة الشريك لكن الحذر واجب بعض الأحيان لتتوضح الأمور على نحو كامل. صحيح كثرة السهر تريق جسدك وتبقيك في حال من التعب والعجز عن القيام بواجباتك كما يجب. إلى هنا كنت أبرج لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو أبرج غدا. تبقى على خير.